هل هيكون في اي مشاريع اخرى شبيهه؟ يعني انا شايفه انه التعليم الحقيقه مش بس احنا، يعني ناس كتير جدا شايفه الموضوع ده، انه التعليم الحقيقه للاسف فيه ثغرات كتير جدا، يعني السيستم نفسه في مشكله، ويمكن علشان كده ناس كتير قوي او الاسر المقتدره الى حد ما، وحتى اللي مش مقتدره بتحاول تجمع فلوس على قد ما تقدر علشان اولادها يتعلموا بشكل كويس، اذا كان مثلا التعليم البريتش البريطاني او الامريكاني او اي انظمه تعليميه مختلفه غير النظام التعليم المصري، لانه ما فيش ثقه في سيستم التعليم او في النظام التعليمي بشكل عام، ونظامنا كله حفظ 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 زي ما كنا بنقول، وفي الاخر الواحد ما بيبقاش فاكر اي حاجه، بيخرج من الامتحان هدفه ان هو يحل كويس الامتحان علشان ينجح وبس. هل هيبقى في مشاريع اخرى ليها علاقه بتنميه العقول، ليها علاقه بتنوير العقل المصري للطفل، ليها علاقه بتوصيل المنهج التعليمي للطفل بعيد عن الكتاب وبعيد عن القراءه؟ طبعا ده حاجة يعني مهمة جدا ومن الأولويات عندنا. لو حضرتك تعرفي المجلس الثقافي البريطاني من في مصر من أول المكاتب اللي هي بره المملكة المتحدة اللي افتتحت في 1938، فاحنا بقالنا 73 سنة في مصر بنعمل مشروعات في مجالات كتير قوي، التعليم واللغة الإنجليزية من أهمها. مثلا من المشروعات اللي عندنا في مجال التعليم مشروع ربط الفصول المدرسية Connecting Classrooms، يعني مدارس من مصر تبقى في شراكة مع مدارس من إنجلترا، بيبقى في تبادل زيارات، بيبقى في مشروع يعني زي مثلا خطة عمل مشتركة بيشتغلوا عليها المدرسين والطلبة في الدولة دي ومن مصر، كلها مرتبطة بالمنهج بس كلها بتدور حول اعمال العقل والتعلم الذاتي والمهارات الشخصيه، يعني تطوير الشخصيه اكتر منها الحفظ والتلقين. فده مشروع من المشروعات. عندنا طبعا شغل كتير في مجال اللغه الانجليزيه، احنا لسه يعني اطلقنا مؤخرا مسابقه اللي هي الانجليش تشالنج، تحدي الانجليزيه، ودي متاحه لجميع متعلمي اللغه الانجليزيه في الوطن العربي 16 سنه فما فوق. احنا عملنا موقع جديد لتعلم اللغه الانجليزيه Learn English، طبعا الموقع اكيد مجاني للمنطقه العربيه، يعني في يعني عربي شويه عشان يساعد اللي هو عارفه اللي بيدخل على موقع يلاقي كله بالانجليش بيخاف رغم ان هو انجليش بسيط، بس بنديله تعليمات بسيطه، مثلا النشاط ده عباره عن كذا كذا، اضغط هنا عشان تعمل ايه، الهدف من النشاط ده ايه، ده كله لتنميه مهارات اللغه الانجليزيه. فالمسابقه ديت بنحاول ان احنا من خلالها نغير برضو فكره الناس ان انا عشان اتعلم لازم حد يعلمني. لا، انا ممكن انا يعني سيلف ليرنينج، ان انا اروح اتعلم بذاتي، اشوف انا موارد واقدر استخدمها عشان انمي مهاراتي. من خلال احتكاككم بوزاره التربيه والتعليم، شايفه انه وزاره التربيه والتعليم المصريه محتاجه ايه في الفتره المقبله، او مطلوب منها ايه في الفتره اللي جايه؟ انا شايفه ان هي يعني مش وزاره التعليم بالذات، مصر كلها، الوطن العربي عموما، احنا محتاجين نشغل مخنا اكتر شويه. يعني نبعد شويه عن حكايه ان الحفظ والقاعده واللائحه والقانون، يعني طبعا القوانين محترمه وكل طبعًا. حاجه، ولكن محتاجين يبقى فيه ابداع وتفكير وخلق ويعني مهارات بناء الشخصيه اكتر من ان احنا نحفظ ونروح نسمع، سواء طالب في المدرسه او موظف في الوزاره كله حافظ وبيسمع. محتاجين شويه، محتاجين مساحه ابداع اكبر شويه. ده متهيألي ممكن يتطبق اكتر بقى على الاطفال، يعني ممكن نبتدي بقى من الاجيال اللي طالعه من المستقبل على الاقل، يعني اذا ما كناش حاسين بده في الحاضر او ما كناش حاسين بيه خالص في اللي فات، فافتكر من حقنا ان احنا نحلم بيه في المستقبل. لازم احنا يعني بنحلم بيه وبنحاول ان احنا نطبقه. يعني مثلا في كيدز ريد احنا برضو كمان عاملين مسابقات للاطفال عشان لما نقرا القصص الاطفال يعني يبقى في مسابقه ان مين هيقول هيحكي القصه باكتر طريقه مبدعه، مين هيالف قصه يحكيها بطريقه مبدعه، فبرضو في مسابقات للاطفال. احنا برضو بين المدارس في مسابقات بين المدارس، وفي مدارس هتقدم يعني زي ملف كده هي ايه كل اللي عملته في مبادره كيدز ريد، وازاي حفزت المدرسين، مش بس المدرسين المشاركين، ما احنا لازم الفكره ما توقفش عندي لوحدي، انا لازم ارجع اقول لزمايلي، يعني سواء كان مدرس او طالب. في كمان حاجات ابداعيه للمدرسين زي الالتنز، جوائز الالتنز دي جايزه بنقدمها المجلس الثقافي البريطاني مع جامعه كامبريدج، احنا بقالنا 10 سنين بنعمل القصه ديت. اي مدرس او حد بيشتغل في المناهج حط منهج او ماده تعليميه مبدعه يقدر حد تاني ياخدها ويستخدمها تنمي مهارات الابداع برضه. بتعملوا اعلانات للمسابقات دي؟ هل بتعملوا اعلانات للمواقع اللي بتعملوها، للكورسز اللي بتقدموها، اذا كانت مثلا حاجات مجانيه او حتى حاجات مدفوعه؟ اللي عايز يوصل لكم يوصل لكم ازاي؟ طبعا اسهل طريق هو الموقع بتاع المجلس الثقافي البريطاني. أيوة. ولكن هيلاقينا اكيد على الفيسبوك دلوقتي طبعا. المركز الثقافي البريطاني، يعني لو كتب المركز الثقافي البريطاني
المجلس الثقافي البريطاني هيلاقي على طول كل الخدمات اللي انتم بتقدموها. اوكي جميل جدا. توقعاتك ايه عن المشروع؟ وهل شايفه انه زي ما حضرتك كنت بتقولي انه في البدايه ابتديتوا كده بعدد مدارس قليله لسه في القاهره، توقعاتك انكم لما هتتوسعوا ان شاء الله وتوصلوا لمحافظات ثانيه هيكون ايه رد الفعل؟ انا يعني اامل طبعا ان احنا نقدر ان احنا نتوسع، وواثقه ان ممكن يبقى في عائق في انكم تتوسعوا. يعني هو زي اي حاجه العائق غالبا بيكون التمويل، بس يعني لو تخطينا المشكله دهيت انا متاكده ان يعني رد الفعل وكمان النتيجه هتكون ممتازه ان شاء الله. الحقيقه يعني انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده يا استاذه داليا، واتمنى النجاح للمشروع، لانه بجد الفتره اللي جايه محتاجين نشتغل على العقول اكتر، وهو ده اللي احنا محتاجينه. ويمكن احنا هنقدر نساعد نفسنا، بس الاطفال محتاجيننا فعلا ان احنا نساعدهم. بشكر الاستاذه داليا عادل المدير الاقليمي لمشروعات اللغه الانجليزيه بالشرق الاوسط. بشكر حضرتك على وجودك معانا، ونهارك سعيد يا فندم. مشاهدينا الحقيقه مؤسس مصر الحديثه محمد علي كان بيبعت بعثات للخارج علشان المصريين يتعلموا لغات. النهارده عندنا فرصه وعندنا امكانيات وعندنا مساعدات، وافتكر ان احنا لازم نساعد نفسنا ونقتنع ان اذا ما نورناش عقولنا محدش هينورها لنا. فياريت نمد ايدينا لاي مشروع، وياريت اي حد صاحب قرار كمان لو يقدر انه يفكر في مشاريع تنمية او يفكر في مشاريع تساهم وتساعد في نهضة مصر ما يتأخرش. نروح لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا في نهارك سعيد، خليكم معنا.